والله غادرت البلاد من الوضع الحالي في اليمن كما تعلمون، الحرب والمشاكل، وأتيت إلى المغرب كلاجئ. فبالنسبة للمغرب اخترتها لأنه بلد أولا استقبال الجاليات الأخرى، احترام الناس، وأود من هذا منبركم المتواضع أن أوجه رسالة لجلالة الملك نصره الله على حسن الضيافة، ونشكر حكومة وشعبا. الرحلة كانت صراحة صعبة جدا، صعبة للغاية. والله الانطلاقة كانت من اليمن إلى المملكة العربية السعودية، ثم مصر، ثم موريتانيا، ثم مالي والجزائر. وتم في الجزائر احتجازنا وسجن 3 أشهر، ومن بعد ذلك ترحيل إلى النيجر، وكانت مأساوية جدا. يعني صحراء النيجر صحراء قاحلة، لا يوجد فيها بشر ولا إنسان ولا طير، فكانت مأساة جدا جدا. شاهدنا الموت، وكان معي بعض الإخوة من شدة العطش يعني فقد الوعي قليلا، وحاولنا الحمد لله، حتى أنه إحدى الإخوة مر كان عنده كار كبيرة من هذه الكبيرة، وأعطانا قليل من الماء فحاولنا نسد به عطشنا. والله حاليا الدخل قرض نقترض يعني من أصدقائنا ومنكم، ونحن بعضنا البعض نحاول أنه كل واحد يغطي عز الآخر، وربك إن شاء الله هو اللي يفرق.